احتفل في قرية أسطان بتشييع جنازة المغفور له الشيخ علي عامر والد المشير عبد الحكيم عامر. وقد صار في مقدمة موكب الجنازة حملة الورود وسلة من رجال الشرطة، ثم نعش الفقيد الكريم محمولا على أعناق أبناء قريته. وقد اشترك الرئيس جمال عبد الناصر في تشييع الجنازة، وبرفقته السيد عبد اللطيف البغدادي والوزراء من الإقليمين وكبار رجال الدولة وأسرة الفقيد وأبناء البلاد المحيطة بأسطال. وقد ظل المشير عبد الحكيم عامر يؤدي واجبه في الإقليم الشمالي، ولم يشترك في تشييع جنازة والده. وصلت الجنازة في خطوات وئيدة مخترقة شوارع القرية حتى وصلت إلى مدافن الأسرة. الرئيس جمال عبد الناصر عزاء المشيعين، تغمد الله الفقيد الكريم برحمته وأسكنه فسيح جناته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.